واقفين على ابو ايوب كلنا واقفين على ابو ايوب ان شاء الله ان شاء الله منا وفينا ابو ايوب نضال قديم ان شاء الله. طيب اللي هو شو مظاهره مسؤول ولا على ايش؟ على كلب مراقبة مظاهرات ولا مراقبة؟ بس أنا من خلال أنا معرفة أبو أيوب عنده ملكات معينة يحكي مع اللبنانيين يعرف مظاهرات ولا مراقبة؟ مظاهرات النقطة اللي بعده في صندوق شكاوي رح بيصير بلاستيك او خشب. لما بنجتمع كل واحد عنده فكره خجلان الواحد يحكيها بيكتبها بورقه وبيحطها بصندوق بيقرا الصندوق. مين بحب يكون بلجنه الشكاوي؟ ابو ايوب كونه مراقب ممكن يقرا الشكاوي. مين بحب يكون مع الشكاوي؟ انا مع ابو تحسين انا ابو ايوب ياسر بس اعطيني دقيقه بس يا شباب رجاء بدكم الامر يمشي بدكم توكلوا الناس المختصين بالامر. في عندكم رجل كبير بالعمر لا بعرفه ولا بيعرفني بس انسان بكل مظاهره بتلاقى موجود اسمه محمد حسان بعتقد من ادلب قاضي متقاعد ودارس شريعه واحد من الاداره تبع لجنه الشكاوي اللي قاعد معنا هون بيقعد على الطاوله. لا قاعد بس قاعد مظاهرات مع بعض كثير بالعمل مظاهره عم بيقعد على الطاوله. هذا بدنا واحد يمشي معلش بس ليش للشكاوي بس اذا بيقبل ان شاء الله صار مشكله. الاسم الثاني بس وحده الله الاسم الثاني مثلا مثل الشيخ عبد الهادي اذا بتقولوا له يكون بلجنه الشكاوي اذا بيقبل. لاني مثلا هلا مثلا ممكن بعض الناس توافق على ابو ايوب بس في ناس ممكن ما توافق. لا خلوا واحد يكون بالكوميونتي داخل اكثر امام مسجد. المهم هاي شغلات ضروريه بالنسبه للاعلام. عم تقولوا لي يكون بالاعلام رح يكون باذن الله بس اعطوني المجال اني مثلا اوضح شو وجهه او المشروع تبع الاعلام. المشروع تبع الاعلام اني مثلا نتكاتف مع العمل اللي بده يقوم فيها ابو ايوب يكون في مثلا ناس تسمع ارائكم كلكم وتشاركوا. اللي ما بيشارك والله العظيم يعني خلوني انسحب اي شغله بالنسبه لا باذن الله ما راح انسحب من الاداره ما اني من الكوميونتي من الاداره. النقطه الثانيه المهمه مثلا اللي بده يلم الداتا بس اخر نقطه في ليله وليله ابو سامي تفضل نسيناك نحن بس مو معلش رئيس الجالية السورية ان شاء الله ابو سامي وجهه راس وزنه. نحب بس نوضح ونجسد كل هذا اللي صار ونلخصه بعبارات محدده. اول شيء انا بقيم المشاركه ايجابيا لأنه كان في التزام كان في احترام بالنسبة لإلي كان كثير مهم إنه كل الناس حكت وشاركت وكان في التزام كثير كويس. أول مرة بحضر اجتماع ما فيه لا قصص ولا مشاكل ولا تناقضات. شغلات بسيطة طول سوء تفاهم وكذا التنظيم كثير مهم يعني أنا بقيمه بالنسبة لإلي 90% الحمد لله. بتمنى يكون مرة الجاية 100% ان شاء الله. ان شاء الله طموحنا حيكون 110% كمان ان شاء الله. احنا في كثير ناس حكيت انا ما قطعت المداخل من الاول لانه حبيت احط رؤوس الاقلام. في ناس غاصب بالتفاصيل بالمهام. التفاصيل والمهام تاتي فيما بعد. نحن هدفنا هون
الشغل الأساسي تأسيس حجر أساس اللجان السورية. وافقنا كنا نشكل لجان، اقترحت أن نعمل لجنة مؤسسة واحدة مستقبلا، نعمل لجان شغل كتير كويسة بالنسبة لأنه عددنا قليل إلى آخره. اللجان يا جماعة بكل مؤسسة بكل هيئة بكل جالية لازم يكون فيها أكثر من عنصر. المهم مهمة الإعلامية ما بتتصل على شخص، ما فينا نحمل شخص واحد كل هذا الحمل. المهمة الإعلامية يعني إذا قد أحكي لكم ما بخلص للصبح، إلى كثير مهام وأساسية. مستقبلاً من نشكل لجنة اسمها اللجنة الإعلامية، لجنة الإغاثة ما من نستقل، لجنة الإغاثة كثير مهمة وكثير بدها نشاط وكثير بدها ناس. يعني هلا مبدئيا كثير كويس انه نطلع بلجنه واحده، اللجنه الماليه انا على طول بفضل اللجنه الماليه يكون 2-3 مشان تزيل الشكوك عند الناس والقلقله وين راحت المصاري وين اجت. خلينا نحكي بوضوح، اللجنه الماليه انا بحب يكون انه رئاسه شخص بس يكون معه شخص شخصين لتفادي مستقبلا انه شو اللي عم بصير. بس هو يا اخي يعني احنا معروف عنا شو اللي راح نتبنى، بس نحن بدنا نقصر الطريق او نقلل هاي الامور. كيف؟ اوكي، يعني كل لجنة يا جماعه كل لجنة لازم تتشكل من 3-4 لانه مهام كثير وسيعه. اللجنة الاعلاميه بدها كثير، في ترجمه، في علاقات، في مليون قصه، ما ننقص بالتفاصيل. في ناس بجوز ما انتبهت للكلام اللي حكيته انا. شغله ثانيه واساسيه، في لجان موجودة واللجان خيرية إلى تسميات وما شاء الله. كل شيء كل لجان هاي بدي أقولها مهمة جدا، كل اللجان لازم تزور تحت مظلة الجالية السورية. كل اللجان. هلأ في شاب علق نقطة أنا بتجاوبه فيها، الجمعية أو اللجنة اللي ما بدها تشتغل تحت مظلة أجيال السورية مرفوضة، بتكون لغاية في نفس يعقوب. ما عم بقول كلها لازم تتوب بهاي هذا السد، هاي البحيرة اللي هي أجيال السورية اللي هو أسمى تسمية وأفضل تسمية اللي هو اسمه الجالية السورية، مثل المي نقية شفافة لا طعم ولا لون. بتمثل الوطن. بتمثل الوطن. كنت واضح بهاي النقطة ومش ما حد يقول لي فني أكثر من مرة إنه الجالية، أو ما بدي أنا أخذ من حقوق ولا بدي اشتكي أو بدي أطعن بحد. لو سمحت يعني نحن هلا عم نطبق الأمور بكل يعتبر هي الجالية اللي نحن أسسناها لجنة مؤقتة. نحن إلى الآن معنا اسم معنا. خلينا نبدأ الخطوة الأولى وبعدين نسكت واحدة واحدة. أوكي أوكي، بس أنا حبيت أوضح، معلش أنا عم بحكي مشان لأنه صار في قيمت أول شيء الأمور اللي صارت بالنسبة كتير شغلة منيحة. شغلة تانية صار في غوص بالتفاصيل قلنا مهلا وقتها. شغلة تانية في ناس صار عندها ارتباك، هل هي مؤسسة أو حزب سياسي، اسمها أجيال السورية في بريطانيا أو البريطانية. اللي عنده شاب اسمها أجيال السورية البريطانية، لا لون ولا طعمي، تتميز باللذة والشفافية والعزوبية. هاي اسمها جالية السورية.